الاف او ار دول تو تايبس من الدوكيومنتيشن فورماتس. تمام، هيبقى لنا ان شاء الله المحاضره الجايه هناخد جنرال جايد لاينز للدوكيومنتيشن، والنهارده ان شاء الله برضو النارتيف نوتس لو فاكرين كانت مشكلتها ان هي بيبقى مش فيها يعني اي حد يجي يقراها مش هيقدر يطلع منها انفورميشن بسهوله، لانها نارتيف يعني بطريقه قصصيه بتبقى مكتوبه زي الباراجراف. تمام، بيبقى فيها محكي كده الايه عن الحاله بتاعت البيشنت مش مكتوبه بشكل بوينتس. تمام، طيب بعد كده اتصلحت شويه في البروبلم اورينتد ميديكال ريكورد، بقت مكتوبه بشكل منظم اكتر. تمام، بس كانت مشكلتها انها كانت بتمسك بروبلم في البيشنت، يعني مش بتمسك البيشنت از هول. فدلوقتي انا كمثلا اي ميديكال سبيشالست هاجي امسك الفايل بتاعت البيشنت، تمام، مش هقدر اخد اوفر فيو عن البيشنت او عن الحاله بتاعت البيشنت غير لما اقرا كل بروبلم والايه البوينتس بتاعتها. طيب دي حلوها في السو او الايه الاس او اي بي، ده قلنا النوع الثالث اللي بيتلافى المشكله بتاعت ان يبقى البيشنت مكتوب از ا بروبلمز. تمام، ده بيكتب بيتعامل مع البيشنت از هو كل الكيس بتاعت البيشنت. طيب ده زي ما قلنا هايلي ستراكشر وبيتكلم عن البيشنت كله. They are entered in patient medical record by healthcare professionals، اللي بيعملوا الهيلثكير بروفيشنالز عشان يقدروا يتعاملوا مع الحاله، وبالتالي ما ينسوش الحاله دي بتتكلم عن ايه، او لو هعمل ريفيرال لاذر هيلثكير بروفيشنال يبقى فاهم الحاله بتتكلم عن ايه عشان يسهل الكوميونيكيشن. تمام، وزي ما قلنا اهم حاجه to provide the evidence of patient contact and to inform the clinical reasoning process. طيب ال S O A B دي باختصارات لإيه؟ ال S subjective، ال O objective، وال A assessment، وال B plan أو plan of treatment يعني. تمام؟ طيب زي ما قلنا إحنا إيه اللي خلى الناس تعمل أو develop ال SOAP؟ إحنا كنا ماشيين بال problem oriented medical record كويس، لا كان قلنا المشكلة بتاعته إن هي كانت بتمسك إيه؟ patient problem كل problem لوحدها، كان في difficulty of using البومر او البروبلم اورينتد ميديكال ريكورد لما نعمل ايه يبقى patient عنده كومبلكس بروبلمز، يعني عنده مشكله في كذا سيستم، عنده حاجه كارديوبالمونري، عنده حاجه مثلا في ال ك ك ك كحاجه مثلا فراكتشرز، عنده مش عارفه حاجه سيركيلاتوري، عنده حاجه نيرفس. تمام، فالفيزيشن او الهيلث كير بروفيشنال عشان يقدر ياخد اوفر فيو عن الحاله دي كان بيقرا كل ايه بروبلم والايه والديتيلز بتاعها لوحدها. طيب زي ما قلنا الفلسوب ده بيتلافى الجزء ده وبيتعامل مع البيشنت كله على بعضه، ففي الايه دوكيومنتيشن اوف اول بيشنت بروبلمز از ا سنجل شارت انتري. تمام، يبقى بنكتب كل البروبلمز اللي عند البيشنت مع بعضها. طيب زي ما قلنا اول حاجه اول حاجه السبجكتيف، احنا قلنا ده بيتعامل مع الميديكال اند ريهابليتيشن بروفيشنالز، وده الكترونيك ميديكال ريكورد، يعني مش بيتكتب بخط الايد، او ممكن يبقى الاثنين يعني يتكتب بخط الايد وده بيبقى ليه جايد لاينز معينه، او بيبقى الكترونيك بس هو مينلي الكترونيك، يعني الداتا دي بتتدخل ايه على السيستم في شكل ايه بوينت زي ما قلنا سبجكتيف اوبجكتيف و اسسمنت اند بلان نوتس. طيب النيجاتيف اسبيكتس بتاعت السوق الاول نتكلم على كل بوينت فيهم بعد كده نتكلم على النيجاتيف اسبيكت. طيب زي ما قلنا الاس اللي هي السبجكتيف سيكشن ده ديتيلد ناريتيف فورمات ديسكرايب ذا بيشنت سيلف ريبورت اوف ذير كرنت ستيتس. يعني ايه؟ يعني هو بيتكتب برضه بشكل ناريتيف، تمام، باراجراف، بس الباراجراف ده بيبقى عباره عن ايه؟ ايه اللي بكتبه في الحاجه السبجكتيف؟ كل حاجه البيشنت بيقولها عن نفسه، بيحس بيها عن نفسه او بيعبر بيها عن نفسه للريليتد للايه؟ للكرنت ستيتس بتاعته. يعني ايه المشاكل اللي عنده؟ ايه اللي حاسس بيه؟ اي حاجه البيشنت بيقولها جاي يشتكي التشيك كومبلين بتاعه، تمام؟ ايه الامباكت بتاعته على الفانكشنال ستيتس بتاعته؟ اي حاجه يقولها الريلاتيفز بتوعه،
تمام including anything the patient tells، زي مثلا الانجري، اي عنده اي انجري، اي ديزيز، اي كونديشن، اي illness، اي حاجه البيشنت تطلع من بق البيشنت اكتبها في الجزء السبجكتيف. طيب ممكن كمان تكتب في البيشنت own words، يعني زي ما قالها البيشنت بالظبط، بس احط لها كوتيشن ماركس، تمام، احطها ما بين علامات الكوتيشن، تمام، بحيث ان انا ابقى موصفه حاله البيشنت بالظبط زي ما قال. يبقى السبجكتيف دي كلمات البيشنت او تعبيره هو عن نفسه، تمام، او تعبير اي كير جيفر او حتى الايه الفاميلي ممبرز عن الحاله بتاعه البيشنت. طيب ايه تاني؟ زي ما قلنا الانفورميشن من الفاميلي او الكير جيفرز، لو استخدمنا patient own words لازم نحط الايه الكوتيشن ماركس. طيب بنكتب البيشنت جولز والبيرير ريسبونس تو تريتمنت انترفينشن، يعني البيشنت ده انا عايز اخف، ابقى مثلا اقدر امشي، تمام، هنكتب البيشنت جول مثلا هو عايز يمشي، او عايز اقدر اسرح شعري بسهوله، تمام، عايز اقدر امسك الحاجات بسهوله، عايز اقدر اقوم من على السرير من غير ما حد يساعدني، تمام، يبقى هنكتب البيشنت جولز في الجزء السبجكتيف، تمام. طيب ايه تاني؟ هنكتب كمان الريسبونس للتريتمنت، يعني هو مثلا متخوف من تريتمنت معين او من اكسرسايز معين، او خايف يعمل الجلسه، او لا مستعد وعنده الاستعداد النفسي عالي، تمام، هنكتب كل ده الامباكت بتاعه على ايه عن التريتمنت، هنكتبه في الايه في الجزء بتاع السبجكت. طيب برضه هنكتب البيشنت بيرسبشن عن الكونديشن بتاعته، برضه هنكتبها في الجزء السبجكتيف. طيب الكومن ايرورز بقى اللي بتحصل في الجزء ده، ايه المشاكل اللي ممكن نقع فيها واحنا بنكتب الايه السبجكتيف سيكشن؟ ان احنا نعمل جادجمنت على البيشنت، يعني نكتب احنا راينا ايه في الحاله بتاعت البيشنت، تمام، لا احنا بنكتب البيشنت هو رايه ايه في الحاله بتاعته، او الفاميلي زي ما قلنا، او الكير جيفرز، لكن مش انا ابقى شايفه حاجه عن البيشنت وانا اكتبها ده رايي انا، لا مش ما اكتبهاش في الجزء بتاع الايه السبجكتيف. يبقى زي مثلا لما اقول ايه patient is overreacting again، تمام، انا حاسه ان هو مأفور شويه او مهايبر شويه فبكتب، تمام، او متخوف من اكسرسايز، لا ما اكتبش رايي انا او الامباكت بتاعي انا، تمام، لا اكتب الايه الكلام بتاع البيشنت او البرسبشن بتاعه او الجولز بتاعته في الجزء بتاع السبجكت. طيب ايه تاني ايرور؟ documenting irrelevant information، ان انا اكتب اي حاجه ملهاش علاقه بالجزء ده، زي مثلا اقول patient complaining about previous service، تمام، patient جاي بيشتكي مثلا من السيرابيست اللي اشتغل معاه قبل كده، اكتبها في الجزء السبجكت واعتبرها راي من اراء البيشنت، لا احنا بنكتب اراء البيشنت او الكلام البيشنت عن الايه الستاتس بتاعته، الكرنت ستاتس بتاعته، تمام، زي ما قلنا، او الفاميلي ممبر اللي معاه او الكير جيفر برضو اللي ليها علاقه بالمشكله اللي عند البيشنت او الالنس او الانجري او الديزيز او الايه الستيتس بتاعته حاليا. طيب الاوبجكتيف ده تاني سيكشن، يبقى انا باول سيكشن قلنا زي ده اسمه سبجكتيف، بنكتب فيه الكيس بتاعت الايه البيشنت من كلمات البيشنت نفسه او الفاميلي او الكير جيفر. طيب بعد كده الاوبجكتيف ده، الاوبجكتيف ده اكتب ايه اللي انا شايفه بقى، what the therapist observes، تمام، بس بشكل objectively، تمام، والتست والميجرز، يعني اي تست انا اعمله او اي assessment اعمله او اي مثلا lab، مثلا اي laboratories، اي مثلا x-rays، اي حاجة objective مع patient، تمام، تتكتب في الجزء بتاع الobject. طيب الobjective information دي must be stated in measurable terms، يعني ما تتكتبش بشكل مثلا حاجه كده ناريتيف، حاجه يعني مثلا انا شايف ان البيشنت بيتحسن، لا يبقى هكتب ان البيشنت بيتحسن مثلا كان كذا وبقى كذا، تمام، او البيشنت رينج اوف موشن كذا، او البيشنت مثلا ماسل سترينز رقم، تمام، يبقى الجزء بتاع الاوبجكتيف دي انا بكتب فيها حاله البيشنت اللي انا شايفها بس بشكل ميجرابل او ارقام، او مثلا هديها مثلا تقييم معين، تمام، بس ما يبقاش بشكل ايه عشوائي او جنرال، تمام. طيب زي ما قلنا تتضمن الريزلت بتاعت التست والميجرز، الفانكشنال ستاتس، والفيزيكال ثيرابي انترفينشن بيرفورمد فور ذا داي اوف ذا سيرفيس، يعني برضو الانترفينشن اللي انا هعملها للبيشنت دي، تمام، هكتبها في الجزء بتاع الاوبجكتيف. يعني انا كتبت الكيس بتاعت البيشنت والتست والميجرز، بعد كده كتبت بعد كده الايه الانترفينشن، هعمل له مثلا اكسرسايز مثلا رينج اوف موشن اكسرسايز على الابر لمب مثلا شولدر ريجون او شولدر جوينت،
هعمل مثلا شولدر فليكشن مثلا 3 تايمز كذا كذا، يبقى هكتب كل الديتيلز بتاعه الانترفيشن اللي هكتبه. هعمل له مثلا الترا ساوند، يبقى هكتب مثلا الالترا ساوند مثلا الديوريشن بتاعته ايه، الفريكوينسي بتاعته ايه. هعمل مثلا تنس، هكتب برضه الانتنستي الديوريشن كل الابلكيشن ميثود ازاي. يبقى بكتب كل الديتيلز اللي ليها علاقه بالانترفينشن اللي انا هكتبه، ما يبقاش جاست ايه نيمز او ايه توبكس وخلاص. طيب الكومن ايرورز اللي ممكن اقع فيها في الجزء بتاع الاوبجكتيف، لما يكون في سكانت ديتيلز از بروفايد، يعني ايه اكتب ديتيلز بسيطه، او زي ما قلنا اكتب ايه عناوين كده، مثلا انترفينشن تنس الترا ساوند رينج اوف موشن اكسرسايز مثلا مش عارفه موبيلايزيشن، لا ما تكتبش كده. كل حاجه هكتبها ايه ان ديتيلز بالارقام بالظبط. تمام، لو هكتب مثلا حاجه زي ما قلنا الستاتس بتاعته او تيست او الميجرز، هكتبها ان ميجرابل ايه تيرمز. طيب بعد كده الجزء بتاع الاسسمنت، تمام، ده ثالث جزء، ده شود اكسبلين ذا ريزنينج بيهايند ذا ديسيجن، ده اللي بيبقى فيه بقى الانترتيننج بتاع الايه الجزئين اللي فاتوا. اول حاجه كان السبجكتيف اللي هو المعلومات بتاعه البيشنت كلها، زي الهيستوري بتاعته والكرنت ستيتس بتاعته، احساسه ايه، البين عنده ايه، الكلام ده كله. طيب الجزء الثاني زي ما قلنا التست والميجرز والايه اللي انا شايفاه في البيشنت. ثالث حاجه بقى الاثنين دول خلوني اعمل دايجنوزز للحاله بتاعه البيشنت، دي بقى بكتبها في الايه في الاسسمنت. تمام، يبقى الاسسمنت بكتب فيها الدايجنوزز بتاع الحاله بتاعه البيشنت دي والديسيجن ميكنج. يعني انا بعد ما خدت المعلومات من اول وثاني سيكشن بكتب ايه الديسيجن ميكنج في الايه في السيكشن الثالث بتاع الاسسمنت. طيب بكتب البروبلم ليست برضو، تمام، يبقى انا بكتب البروبلم ليست والايه الدايجنوزس والبروجنوزس في الجزء بتاع الاسسمنت ده. يبقى البروبلم ليست هنا هكتبها بناء برضو على التو سيكشنز اللي فاتوا، تمام، السبجكتيف والاوبجكتيف. تمام، يبقى انا طلعت منهم ايه بان انا في الاخر قلت البيشنت ده عنده مشكله 1 2 3 4، تمام، هكتبهم بالديتيلز بتاعتهم. تمام، وبعد كده هكتب الايه الدايجنوزس بتاعي. طيب البروجريس توورد ستيتد جولز، الفورمات مش بيتعمل بس في الانيشال فيزيت، تمام، بيتعمل في الانترم فيزيت، وكمان ممكن يتعمل في الديسشارج نوت. تمام، طيب لو انا في الانترم فيزيت يبقى انا هكتب البيشنت ده وصل لفين من الانيشال جولز اللي انا كنت عاملاها، تمام، اللي ريليتد بالمره الاولانيه. تمام، يبقى هكتب هنا البروجريس بتاعه، يبقى مش بس دايجنوزس، هكتب كمان البروجنوزس. البيشنت كان كذا في اول سيشن، بعد مثلا 3 سيشنز او 6 سيشنز وصل لكذا، وبرضه هكتبها في الميجرابل تيرمز. تمام، كان مثلا بيعمل ني فليكشن مثلا 50 ديجريز، بقى يعمل ني فليكشن مثلا 70 ديجريز وات ايفر. تمام، يبقى هكتب الايه الديتيلز بتاعه البروجريس بتاعه الايه البيشنت. طيب الديتيلز دي هكتبها ليه؟ عشان لو في اي موديفيكيشنز محتاج اعملها في الانترفينشن. تمام، يعني انا البيشنت بيقرب من الجول اللي انا كنت حاطاه، يبقى انا ماشيه كده صح، وانا ماشيه كده ايه بقرب من الجول اللي انا ايه كنت اوريدي محدداه. طيب لو البيشنت ده مش بيتحسن او التحسن بطيء، هرجع اشوف الانترفينشن بتاعي والجولز اللي انا عاملاها كنت عاملاها في ان هو يوصل لها في قد ايه. تمام، عشان اراجع الانترفينشن ده هل هو مظبوط ولا محتاج اي تعديل. طيب لو في اي ادفيرس افكتس او في اي بوزيتيف ريسبونس، لازم تبقى دوكيومنتد برده في الجزء بتاع الاسيست. يعني البيشنت ده مثلا حصل له مثلا بيرن او اي حاجه مثلا من اي موداليتي انا كنت عاملاها، او البيشنت البين عنده زاد ما قلش، تمام، او بالعكس البيشنت بدا يتحسن وساتسفايد بالانترفينشن ده. تمام، هكتب كل الايه برده النوتس دي في الجزء بتاع الاسيست. تمام، طيب الجزء بتاع الاسسمنت برضو زي ما قلنا بيبقى فيه الانتربريتيشن بتاعه الانفورميشن اللي خدتها من اول جزئين، الامبريشن عن البيشنت والكونديشن بتاعته، تمام، والاول داتا اللي خدتها من الاول وثاني سيكشن بتتكتب الامبريشن بتاعها او الانتربريتيشن بتاعها في الجزء بتاع الاسسمنت. طيب الكومن ايرورز ايه اللي ممكن اقع فيه في الجزء بتاع الاسسمنت؟ لو الاسسمنت از تو فيج، يعني كتبت البيشنت ده بيتحسن، او البيشنت زي ما هو، او البيشنت الحاله بتاعته بتسوء. تمام، لو بشكل عام قوي وما فيهوش ديتيلز، دي كومن مستيك ممكن اقع فيها في الجزء بتاع الاسسمنت. طيب
برضو لو let الانسايت is provided برضو نفس القصه، لو ما كتبتش بالتفصيل ايه اللي انا شايفه في الكيس ده، او زي ما قلنا ما كتبتش الايه الكلينيكال ريزنينج بتاع الايه الدايجنوزس بتاعي، انا وصلت للدايجنوزس الفلاني ليه، انا شفت ايه. تمام، زي ما قلنا بكتب البروبلم ليست بتاعتي عشان تسهل لي ان انا اعمل كلينيكال ريزنينج للايه للدايجنوزس، وبناء عليه بعد كده في الانترم فيزيتس لما اجي اعمل برضو الدوكيومنتيشن بالطريقه بتاعت السوب هقدر اعمل الايه البروجنوزس بناء على البروبلم ليست اللي انا عملتها في اول مره اول فيزيت. تمام، الكلام مفهوم يا جماعه ولا الكلام صعب؟ الكلام ده انتوا هتطبقوه في الاساينمنت، فلو في حاجه مش مفهومه يعني قولوا لي ايه بالراحه، او نسال فيها او نتناقش فيها. تمام، الاساينمنت اللي احنا هناخده ان شاء الله هيبقى تطبيق السوب بالذات على الكيس ستاديز، هناخد كيس ستاديز. تمام، هشوف بس انتوا عددكم كام، سواء بقى هيبقى الموضوع انديفيدوال او هنتقسم جروبس. تمام، وناخد كيس ستاديز هبعتها لكم ان شاء الله النهارده او بكره، تطبقوا الكيس ستادي دي، واحنا هناخد في اخر المحاضره النهارده شكل السوق كده بشكل مبسط خالص يا جماعه، انتم ما تتخضوش، بس هي القصه ان احنا نفهم ايه نكتبه في الاوبجكتيف والسبجكتيف والاسسمنت والبلين. والسوق ده اشهر حاجه دوكيومنتيشن فورمات بيستخدم، يعني بعد كده ان شاء الله لما تتخرجوا هنستخدم السوق ده في الحياه بتاعتنا يعني. تمام، في دوكيومنتيشن فورمات كتير بس هو الكومن اللي احنا بنستخدمه الايه السوق. تمام، فعشان نعرف بس ازاي نعمل دوكيومنتيشن لاي كيس. تمام، فالاساينمنت ان شاء الله سهل، والموضوع يعني مش مخيف ولا حاجه، ان شاء الله كلكم تاخدوا فيه درجات كويسه، بس زي ما قلنا هو بس نعمل ابلكيشن للمعلومه اللي احنا فهمناها. تمام، هنبعت لكم كيس ستاديز كده، ممكن نتقسم جروبس صغيره، كل جروب هياخد كيس تمام ويعمل لها ابلكيشن في السوق، وهنكتبها على ورقه وورد كده ونطبعها ونسلمها ان شاء الله الاسبوع الجاي. انا كنت بفكر نعمل برزنتيشن ليها بس هنشوف يعني التايم هيسعفنا ولا لا. انت ضد البرزنتيشن؟ هو هيبقى لو في برزنتيشن هيبقى واحد بس من كل جروب يعني. نعم، في ايه بعد الامتحانات نعمل البرزنتيشن يعني براحتنا ولا ايه؟ الاساينمنت بس كفايه يعني. طيب اوكي، خلاص ان شاء الله هيبقى الاساينمنت بس، بلاش البرزنتيشن يعني عشان التايم. تمام، هيبقى معاكم ان شاء الله من ساعه ما ابعتها لكم ان شاء الله الاسبوع الجاي نسلمها. تمام، والاسبوع الجاي هناخد اخر محاضره ان شاء الله. طيب، فلو في حاجه مش فاهمينها يا جماعه وقفوني. طيب، اخر حاجه البلان او البي ستاندز فور بلان، دي انكلودز الانتسيبيتد جولز اند اكسبكتد اوتكمز. يبقى احنا كنا في الاسسمنت بنكتب البروبلم ليست تمام، وبنكتب الانترفنشن بتاعه الايه البيشنت. في البلان بقى بنكتب ايه الجولز اللي انا عايز احققها. تمام، طيب والاكسبكتد اوت كم يعني انا متوقع البيشنت ده هيتحسن بنسبه قد ايه، او هيوصل مثلا في كام، مثلا في الامبيليشن مثلا هيتحرك مثلا مش عارفه ايه، هيقدر يعمل الفانكشن معينه، هيقدر يعمل كذا في خلال قد ايه. تمام، outline the planned intervention to be used، برضه هنكتب الايه الانترفينشن اللي انا ناوي استخدمها عشان احقق الجول ده. تمام، طيب it includes any plans for managing the patient and his or her physical therapy problems. زي ما قلنا كل الايه الخطط اللي انا ناوي استخدمها خلال التريتمنت بتاعت العيان ده، بما فيها لو انا هعمل له ريفيرال لتخصص تاني تمام، برضو بكتبها في الجزء بتاع البلان. لو في برضو هوم بروجرام مثلا برضو بكتبه هنا، لو في مثلا هستخدم اي مثلا ديفايس او اي مثلا اي اورثوزس او اي بروسيس او اي حاجه هتستخدمها تمام، برضو بكتبها في الجزء بتاع ده، واكتب التريننج عليها هنا. طيب الـ information should be provided concerning the frequency with specific intervention, treatment progression, equipment required, education strategies. برضه بكتب بالتفصيل يا جماعه في البلان، بكتب كل الايه يعني لو في intervention معينه انا ناوي استخدمها هكتب التفاصيل بتاعتها، التريتمنت progression او البروجنوزس برضه هكتبه. تمام، ولو في education strategies زي ما قلنا هعلم البيشنت مثلا هوم بروجرام او هعلمه على اي اسيستيف ديفايس هكتبه في الجزء بتاع البلان. طيب ايه تاني؟ زي ما قلنا لو هعمل ريفيرر او ريكومنديشن ليه
اي مثلا اذر سبيشاليتي ان هو يكمل، او يعني محتاج فانكشن معينه تتحسن، او محتاج حاجه معينه في اذر سبيشاليتي، هكتبها في الجزء بتاع البلان. زي ما قلنا الهوم بروجرام، ولو في اي تشينجز في الانترفنشن استراتيجي برضو هكتبها هنا. الكومن ايرورز اللي ممكن تحصل في البلان، لو في اي ابكومينج بلان از نوت انديكيتد، تمام، ده برضو كومن ايرور، ان انا ما اكتبش حاجه معينه او في بلان ان انا اعملها بس ما اكتبهاش، او تبقى هي انديكيتد او نوت انديكيتد وانا اكتبها، يعني هي البيشنت ده مش محتاجها وانا اكتبها احتياطي، تمام، يبقى بكتب بس البيشنت محتاج. تمام. طيب البيج ديسكريبشن، ان انا اكتب حاجه زي ما قلنا بشكل جنرال من غير ايه تفاصيل، ان هو البيشنت هي كونتينيو تريتمنت، تمام، لان المفروض انا ابقى كاتبه مثلا هي كونتينيو تريتمنت كام سيشن، وبعد التريتمنت ده هيحصل ايه، خلاص هيروح البيت ولا هيعمل هوم بروجرام ولا هي يريفير لاذر سبيشاليتي، الكلام ده كله برضو المفروض يبقى دوكيومنت. طيب دي اللي احنا اتكلمنا فيه، السبجكت هيكتب فيه ايه بالظبط، تمام، والاوبجكتيف هيبقى فيه هي انكلود السيستم ريفيو والتست والميجرمنت والانترفنشن بالديتيلز بتاعتهم، والاسسمنت هيبقى زي ما قلنا لو هو في الانيشال دوكيومنتيشن هيبقى فيه زي الايه البريف سامري عن البيشنت والدايجنوزس وبعد كده البروجنوزس. طب لو هو في الانترم دوكيومنتيشن او الانترم فيزيتس برضه هيبقى فيه نفس القصه، الاوفر اول ريسبونس للتريتمنت والافكت بتاعت الانترفنشن ده، وبعد كده البيشنت بروجريس توورد الجولز. بالنسبه للبلان هيبقى لو هي انيشال او انترم دوكيومنتيشن هيبقى محطوط السكيل سيرفيس والانترفنشن بتاعت البيشنت، الاكسبلانيشن ليه انا اخترت الايه التريتمنت دي، برضو الريفيرال او الكونسلتيشن، والبلانز فور ابكومينج سيشنز، والاماونت والفريكوانسي بتاعت السيرفيس. طيب الانترم دوكيومنتيشن بقى هنكتب البلان فور ري اسسمنت وري ايفالويشن، يعني ان انا مثلا ناوي اعمل ري اسسمنت او ري ايفالويشن بعد كام سيشن، دي هعملها لو انا بعمل انترم دوكيومنتيشن. طيب البلان لو في اي تشينج في البلان اوف كير او في الانترفنشن برضو تتكتب في الجزء بتاع البلان، لو انا بعمل في الايه في الانترم دوكيومنتيشن. طيب الجدول ده بيورينا يعني ايه او اخر خانه اللي هو الايه السو، تمام، وده الايه الداتا العاديه بناخدها من البيشنت، ان الهيستوري او السبجكتيف هيستوري بتكتب في الجزء السبجكتيف. طيب الجزء بتاع السيستم ريفيوز اللي هو والتست والميجرمنت ده بيتكتب في الجزء بتاع الاوبجكتيف. طيب الجزء بتاع الايفالويشن والكلينيكال جادجمنت والدايجنوزس والبروجنوزس بيتكتب في الاسسمنت، واخر حاجه البلاند سكيلد انترفنشن والراشونال والبلاند فور ريفيرال والتريتمنت والديستشارج بيتكتب في الجزء بتاع البلان. طيب نرجع بقى للايه للنيجاتيف، طيب النيجاتيف اسبيكت بتاعت السوق او الديسادفانتج بتاعته يعني. طيب الديسادفانتج بتاعت السوق ان في السبجكتيف سيكشن ده سنترد اون بيشنت كومبلين، ان هو مركز مع البيشنت كومبلين مع الشكوى بتاعت العيان، برايمرلي البين، تمام، البيشنت غالبا لما بيجي بيشتكي من الالم، تمام. طيب اند ريرلي انكلود السبجكتيف ريبورتس اوف امبروفمنت ان اكتيفيتي ليميتيشن اور بارتيسيبيشن ريستريكشن، يعني البيشنت غالبا بيركز على اكتر حاجه تعباه فيتكلم مثلا عن الالم، نادرا لما يقول انا عندي او هيتكلم مثلا عن الامبيرمنت، تمام، او ريستريكشن للفانكشن، تمام، يعني انا مش مثلا هيكلم ان اكتر مثلا حاجه وجعاني الحاجه الفلانيه. طيب انا ده هدوكمنت البيشنت كومبلين، مش هدوكمنت ان البيند ده مش هيعمل له ريستريكشن عشان يعمل فانكشن معينه، تمام، او في ويكنس في حاجه فده عامل له ليميتيشن في حاجه معينه، تمام، فده من الحاجات الايه الويك بوينتس في السوق. طيب تاني حاجه في الاوبجكتيف فايندنج برضو دي بتفوكس على الدوكيومنت الداتا اللي ريليتد للبيشنت امبيرمنت such as the range of motion rather than the objective reports of functional performance، مش بيركز على الفانكشن قوي، بيركز على الامبيرمنت، تمام، مش بيركز على الفانكشن، الفانكشن مهمه جدا، فبرضو دي من العيوب بتاعه السوب ان ما فيهاش تركيز على الفانكشن، تمام. طيب معنى كده ان لو البيشنت ما عندوش مشكله في الرينج اوف موشن او الرينج اوف موشن طبيعي، تمام، حتى لو في تاثير في الفانكشن
الجزء ده هيتساب فاضي، تمام؟ عشان هو مركز على الامبيرمنت، فدي من العيوب بتاعه السوق ان هو مش بيتكلم على الفانكشن، تمام؟ طيب الاسسمنت، الاسسمنت برضه بيتكتب هاو ذا بيشنت توليريتد ذا تريتمنت، مش بيتكتب بشكل ان البيشنت ده بيبروجريس. يعني ايه؟ يعني البيشنت دي من الويك بوينتس، تمام؟ يعني العيوب بتاعته طبعا اقدر اتلافاها ان انا احسن او اخد الويك بوينتس دي وانا احسنها وانا بكتب، ابقى مركزه على الحاجات اللي انا خليني ما اقعش في القصه دي، تمام؟ يعني ايه؟ يعني الكومن او الاغلب بيتكلم على الاسسمنت ان البيشنت ده توليريت ذا تريتمنت، يعني ما عندوش مشكله في التريتمنت وقادر يستحمل والجلسات ما فيش مشكله بالنسبه له، وبالنسبه مثلا مش عارفه بيعمل التر ساوند تمام، التنس تمام، مش عارفه الاكسرسايز بيعمل فيه كويس، مش بتكلم على البروجريشن بقى، تمام؟ فدي ويك بوينت، لو انا ما خدتش بالي من ان انا ما اتكلمش على البروجريشن ان البيشنت اتحسن من كذا لكذا او بقى البين قل من كذا لكذا، يبقى دي ويك بوينت في الايه؟ في الجزء بتاع الاسسمنت. طيب البلان برضو بيتكتب في بشكل فيري جنرال زي ما قلنا، الكونتينيو فور بلان او كونتينيو تريتمنت، دي من الويك بوينتس او الايرور زي ما اتكلمنا من شويه، تمام؟ طيب وان ميجر ديفيكالتي بقى من السوب زي ما قلنا ان عنده lack of guidance on how to address the functional outcomes. يعني من اكبر مشاكل السوب فورمات عموما ان هو مش بيركز عن على الفانكشن، بيركز على الامبيرمنت عن كل جزء صغير، مش بيتكلم على الفانكشن از اهول، تمام؟ طيب هل الفورمات ده مش ممكن يتعدل؟ لا، سهل جدا ان هو يتعدل، تمام؟ يعني هو مش ريجيد فورمات بحيث ان انا مش هقدر اعدله وهو اتعمل خلاص فلازم اعمل فورمات تاني بشكل تاني عشان اتلافى العيوب دي، لا، هو اوريدي فورمات واسع، تمام؟ انا عندي فور سيكشنز، كل سيكشن انا اللي بكتبه، فانا لو عرفت اكتبه ازاي بحيث ان انا اتلافى الايرورز دي والكومن ميستيكس دي، خلاص انا مش هقع في الايه؟ في المشاكل دي، او هبقى عدلت الايه؟ المشاكل اللي هو كان بيقع فيها، تمام؟ يبقى بدل ما اتكلم على الامبيرمنت، لا، اتكلم على الفانكشن، ان البيشنت عنده ريستريكشن في حاجات معينه مأثره له على الفانكشن الفلانيه، اكتب كل فانكشن فيها مشكله عند البيشنت ده، تمام؟ طيب في الاخر ان انا لازم ابقى فاهمه ان الدوكيومنتيشن عامه والسوب خاصه ده بيبقى الريسبونسابيلتي بتاعه الكير بروفايدر، يعني انا اللي مسؤوله الفورمات ده هيتكتب ازاي، تمام؟ لان زي ما قلنا هو واسع، ان انا عندي فور سيكشن انا اللي بملاها، تمام؟ فدي مسؤوليتي ان انا اكتبها بشكل ديتيلد وبشكل مظبوط عشان اقدر اوصل الكيس كويس، او ان انا اعمل ريبريزنتيشن الكيس كويس ليه بعد كده الكير جيفر اللي هيكمل بعديه الحاله، ان الفورمات ده ممكن يفضل سنين مع البيشنت، تمام؟ انا بعمل دوكيومنتيشن للحاله، فالحاله دي زي مثلا خفت دلوقتي وحصل ديسشارج، بعديها بسنتين حصل ريكرنس للمشكله اللي كانت عندها، تمام؟ ودخلت تاني ايه؟ في التريتمنت. طيب الكير جيفر اللي هيدي السيشنز دي هيرجع لاخر ايه دوكيومنتيشن حصل عشان يرجع يشوف الكيس كانت عامله ازاي. فلو انا مش عامله ريبريزنتيشن كويس للكيس بتاعتي وكاتبه كل المشاكل اللي كانت عندها والفانكشنال ليميتيشنز والكيس دي حصل لها بروجريشن ازاي وازاي وصلت للجولز دي، يبقى انا الايه دي المسؤوليه بتاعتي او التقصير من عندي انا مش من الفورمات، تمام؟ فدي الريسبونسابيلتي زي ما قلنا بتاعه الايه؟ الكير جيفر او البروفايدر. ان انا لازم انكلود زي الحاجه الديسابيليتي زي ما قلنا البيشنت فانكشن والديس فانكشن والميديكال نسيستي للانترفنشن في الايه كل بوينت انا بكتبها. طيب ده شكل السوب فورمات في الانيشال دوكيومنتيشن، هنا طبعا هو كاتب الايه البيشنت انفورميشن في الاول، بين والديت اوف سيرفيس والفيزيشن والشارتر نمبر، بعد كده المشكله اللي عند البيشنت، بروبلم لاترال ابي البو تندينوباسي، تمام؟ بعد كده كاتب السبجكتيف بقى المعلومات اللي البيشنت قالها له، تمام؟ زي الايه الهيستوري تيكنج يعني من البيشنت، وبعد كده اهو بعد كده الاوبجكتيف، بعد كده الاسسمنت بتاعت البيشنت، واخر حاجه للبلان،
تمام. طيب ده عشان هو الانيشال دوكيومنتيشن يعني اول الفيزيت، فبيبقى طبعا بالديتيلد اكتر، في تفاصيل اكتر عشان بنقول كل الايه البوينتس. بعد كده في الايه في الانترم فيزيت بيبقى اقصر، لان انا بقول بس الايه اللي تشينج مثلا في الانترفينشن او في البروجريشن اللي حصل في الحاله دي، فبيبقى اقصر برضه، بس بيبقى فيه نفس العناصر السبجكتيف والاوبجكتيف الاسسمنت والبلان. الديسشارج سمري نفس القصه، بكتبه بنفس العناصر ونفس الطريقه، بس هنا بيبقى الجول بتاعتي ان البيشنت ده خلاص انا بكتب اللاست ستيتس البيشنت وصل عندها، وان هو هيحصل له ايه ديسشارج، ولو بعد كده هيعمل ريفيرال او هوم بروجرام بكتب القصه دي. طيب ده اكزامبل بقى للسوب نوت او الاس او اي بي. الكرنت كونديشن هنا السي او بي دي او النيومونيا، تمام. الجولز هو اول حاجه بدا بالجولز، قال البيشنت ده ويل ديمونستريت برودكتيف كاف ان سيتد بوزيشن 3 تو 4 ترايلز، والبيشنت ويل امبيوليت 150 فيت ويز سوبرفيجن ونو اسيستد ديفايس اند وان ليفل اندور سيرفس، تمام. يبقى هو كتب الجولز بتاعه البيشنت هو عايز يوصل لها. طيب السبجكتيف كتب البيشنت ريبورتس نوت فيلينج ويل توداي، ام فيري تايرد. طبعا هنا مكتوب بشكل مختصر جدا 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 يا جماعه، ده جاست اكزامبل عشان بس نفهم ايه القصه، تمام. لكن مش ده الايديا، تمام. يعني احنا ان شاء الله لما نيجي نعمل الاساينمنت عايزاكم تقروا النموذج ده، تمام، وترجعوا تقروا النماذج الثانيه احنا لسه معديين عليها بتاعت الانتر فيزيت والديسشارج والانيشال اسيست، تمام، عشان نفهم هو بيتكتب ازاي، وبناء عليه نكتبه بشكل ديتيلد اكتر. طيب بعد كده كتب الاوبجيكتيف وبدا يكتب الاوسكلتيشن فايندينج والتكنيكس انكلودد البريكشن، يبقى كده كتب الاول الفايندينج الحاجات الاوبجيكتيف اللي لقاها، وبعد كده كتب الانترفينشن اللي عملها بالتفصيل، وفي الاخر برضو كتب ان البيشنت انستراكتد تو هولد تيشو اوفر تراك، يعني برضو الانستراكشن اللي هو قالها للبيشنت. طيب بعد كده الاسسمنت، البيشنت كونتينيوز تو بريزنت ويز كونجيشن اند ليميتيشن ان كافينج برودكتيفيتي، يبقى هو كتب هنا الايه البروبلم ليست، بدا بالبروبلم ليست، تمام، وبعد كده الكومبلين بتاعه البيشنت، وبعد كده هيكتب الجولز، واخر حاجه البلان اللي هو الكونتينوس كرنت اكسرسايز بلان انكلودنج، يبقى كتب الاكسرسايز اللي هو ناوي يعملها. طيب باين من الـ من الـ من النوت ده هل هو انيشال فيزيت ولا انترم فيزيت ولا ديسشارج نوت؟ ده انيشال دوكيومنتيشن ولا انترم فيزيت ولا ديسشارج نوت؟ دوكيومنتيشن بتاع ايه؟ ها هنا بتقولوا ايه؟ انترم و ها انترم 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 فيزيت، تمام؟ ده باين ان هو انترم فيزيت، ليه؟ لان في الاخر اخر جمله خالص بيقولها ايه؟ اتمت امبيوليشن اجين تومورو، اجين تومورو، معنى كده ان هو عمل الكلام ده النهارده وعايز يكرره في الجلسه بتاعت بكره، تمام؟ فدي انترم فيزيت، عشان كده مختصر قوي. هو جاست بيكتب الحاجات اللي ايه الجديده اللي عملها النهارده بشكل مختصر، والحاجات الجديده اللي عايز يعملها مثلا بكره، او اي ايه تشينج في الانترفينشن، تمام. طبعا لكن لو انيشال دوكيومنتيشن بيبقى اطول من كده وديتيلد اكتر، تمام، ولو ديسشارج بيبقى كاتب فيه زي ما قلنا اللاست ستيتس اللي البيشنت وصل عندها، وان هو بعد كده هيعمل ديسشارج او هيكمل في الهوم بروجرام او هيعمل ريفيرال لاذر سبيشال. طيب اخر نوع معانا بقى في الدوكيومنتيشن فورماتس، ده صغنن مش هنتكلم فيه كتير، اللي هو الفانكشنال اوتكم ريبورت، الفانكشنال اوتكم ريبورت او اف او ار، تمام. ده بيتلافى المشكله اللي كانت موجوده في الايه السوب. طيب هل ده دوكيومنتيشن فورمات؟ لا، ده كونسبت، فكره، تمام، فكره اقدر اطبقها في السوب، مش دوكيومنتيشن فورمات بشكل مستقل، تمام. There is a need today for integrating more function into the patient medical record. انا عايز اهتم اكتر بالفانكشن،
تمام. طب ليه ههتم بالفانكشن؟ لان الميني بيرز اند فاسيلتيز ريكوايرنج امفاسيس اوف دوكيومنتيشن بي اون بيشنت فانكشن اند ديسفانكشن. تمام، ده المهم في الاخر، ده اللي بيفرق مع العيان ذات نفسه ومع الفاسيلتي ومع الايه البير. تمام. طيب يوزنج فانكشنال ترمينولوجي هيلبس امبروف ريدابيلتي فور نون هيلث كير بروفايدر ريفيوينج دوكيومنتيشن. طيب لما استخدم الفانكشنال او الفانكشنال ترمينولوجي ده بيسهل عليا قرايه الدوكيومنتيشن او الكوميونيكيشن زي ما قلنا، سواء مع الاذر هيلث كير بروفايدر او حتى لو حد ايه مش ميديكال سبيشاليتي. تمام، يقدر يقرا الريبورت سواء بقى من الفاميلي ممبر او بره خالص الايه، لو حد مثلا بيحتاج ايه بيعمل سايكوثيرابي مثلا وبيقعد مع ثيرابيست، ممكن يكون حد مش ميديكال اصلا. تمام، فيبقى بالنسبه له الموضوع اسهل ان هو يقرا البيشنت ده عنده ايه مشكله ايه، لما يبقى موضوع او البوينتس دي مكتوبه بشكل فانكشن، عنده امبيرمنت في الفانكشن الفلانيه او عنده مشكله وقدر يعمل الفانكشن كذا، اكتر ما هي بنتكلم على الايه الديسابيلتيز. طيب كوين اند جوردن ديسكرايبز ذا اف او ار او الفور از ا تايب اوف دوكيومنتيشن that focus on patient ability to perform meaningful function activities rather than isolated impairment. يبقى هو بيركز على الفانكشنال اكتيفيتيز بتاعت البيشنت اكتر من الايه الامبيرمنت. مش انا هتكلم مثلا عنده امبيرمنت في كذا وكذا وكذا، لا ده هو مش قادر يعمل الفانكشن دي، مش قادر يقف مثلا ومن هو قاعد يعمل سيت تو ستاند، او مش قادر يتقلب من على السرير، او مش قادر يروح التويليت مثلا لوحده اندبندنت، او مش قادر يسرح شعره، مش قادر مثلا يشيل او تشيل مثلا الطبق بتاع الغسيل. تمام، يبقى انا هكتب الايه البروبلم دي بشكل ايه فانكشن، قادر يعملها او مش قادر يعملها. تمام. طيب الاف او ار برضو امفاسايز الريليشن شيب بتوين البيشنت امبيرمنت اند هير اور هيز اكتيفيتي ليميتيشن والبارتيسيبيشن ريستريكشنز. زي ما قلنا الامبيرمنت دي اثرت ازاي على البارتيسيبيشن ريستريكشن، يعني في الاخر مؤثره ازاي على الفانكشن. يبقى اللي يهمني في الاخر الفانكشن. تمام، مش هو عنده بين، طب ها البين ده عامل لي ايه؟ مش هيفرق معايا البين، مش هيديني معلومه، هو عنده بين وعنده ليميتيشن في الرينج اوف موشن وعنده ويكنس. تمام، كل دي امبيرمنت. تمام، لكن في الاخر عملت لي اني مشكله، خلي البين ده مش مخليه ينام او مش مخليه مثلا يعرف يعمل فانكشن معينه بشكل كويس. تمام، او مش قادر يروح الشغل بتاعه. تمام، يبقى اثرت لي في الاخر على الفانكشن. تمام، فالاف او ار او الفانكشنال اوت كام ريبورت ده بيهتم اكتر بالفانكشن. طيب هل في فورمات معين للاف او ار؟ لا، ده كونسبت او فكره. تمام، اقدر اطبقها في اي فورمات قبل كده فات. تمام، ومينلي الصوب عشان ده اللي احنا ايه بنستخدمه اكتر حاجه، فاقدر اطبق الفكره بتاعت الايه الفورمات او الفور في الايه الصوب. The four is not considered a stand-alone format but the concept described by these authors can easily be integrated into a documentation form. تمام، يبقى اقدر اطبقه في اي فورمات، مينلي السوب نفس اللي احنا بنعمله subjective objective assessment plan، بس اركز اكتر بدل ما انا هكتب impairment بس، لا انا هكتب زي ما قلنا الايه الفانكشن، المشكله عنده في الفانكشن ايه او الفانكشن كذا كذا اتحسنت بشكل ازاي. تمام، وبرده بشكل measurable. طيب Ablin suggested making the following addition to the SOUP عشان يبقى بشكل functional أكتر. زي ما قلنا subjective هي describe the functional problems as stated by the patient. يعني ال patient أنا هسأله بدل ما يقولي أنا عندي ألم مش عارفة إيه ما بينيمنيش، أنت المشكلة دي خليتك مش عارف تعمل إيه؟ يعني معطلك عن إيه في حياتك؟ إيه اللي مش عارف تعمله؟ يبقى هسأل ال patient بشكل إن هو يقول لي إيه المشاكل اللي عنده في الفانكشن ودي اللي هكتبها. تمام، يبقى ده التعديل اللي هعمله في السوب بحيث ان انا هخليه متفق مع الايه الفانكشن اوت كام ريبورت. طيب الاوبجكتيف اسس اند اوبجكتيفلي ميجر ذا بيشنت فانكشنال ستاتس انكلودنج فانكشنال اكتيفيتيز ذات ار سبيسيفيك تو البيشنت. يبقى انا برضو هكتب الميجر والتست، بس ايه هركز اكتر زي ما قلنا مش هكتب بقى رينج اوف موشن وماسل تيست وكده، لا انا هكتب في الاخر فانكشن. الفانكشن دي اتحققت قد ايه مثلا، نسبه قد ايه، وتحسنت بعد كده نسبه كام في الميه. تمام، طيب بعد كده الاسسمنت ليست اونلي ذوز امبيرمنت بينج ادريسد ويز الثيرابي. تمام، والايه describe how improvement in impairment will lead to improvement in function. يبقى هكتب زي ما قلنا برضو الـ impairment دي اثرت قد ايه عند في الفانكشن قد ايه، والانترفينشن او التريتمنت حسنت الفانكشن دي ازاي.
بروفايد كومبليكيتنج فاكتورز ساتش از كوموربيدز، يعني برضو اي فاكتورز هتاثر لي على البيشنت ستاتس او الايه الفانكشن هكتبها ورايت ايه جولز يوزنج فانكشنال تيرمينولوجي. تمام يا جماعه؟ طيب ده كده خلصنا الدوكيومنتيشن فورماتس. تمام ان شاء الله المره الجايه هناخد زي ما قلنا جنرال جايد لاينز في الدوكيومنتيشن، ولو في اي اسئله في الجزء اللي فات يعني لو عندكم وقت، انا عارفه انكم مضغوطين الفتره دي، بس لو قدرتوا تقروا المحاضرات اللي فاتت بحيث لو في اي مشكله فيها كده نراجع عليها بالمره او نجمعها كده تمام مع الجزء بتاع المره الجايه ان شاء الله. وان شاء الله هبعت لكم الاساينمنت، يبقى ان شاء الله تعملوه تخلصوه على الاسبوع الجاي باذن الله. تمام، شكرا.